يسعدني حقيقة أن يكون معي الآن الدكتور سلمان عبد الله مطيري، الأمين العام للجمعية الخيرية الصحية لرعاية مواضع عناية. حياك الله دكتور سلمان، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ. الله يحييك ويبارك فيك. سعداء حقيقة يعني أن نكون شركاء معكم بهذا البرنامج، وأنتم شركاء النجاح والتميز. الله يحييك. اسمح لي أيضا أحيي مهندس الإبداع ومهندس التميز ومهندس والمشرف على برنامج التحول الرقمي الدكتور المبدع عبد الرحمن الخضير، فجزاه الله خير على ما يقدمه من جهود متميزة في هذا المجال. الله يبارك فيك. يعني احنا خليني ابدا بما انتهيت به مع الدكتور. انا اقول انه دائما الجهات ربما تحتاج الى صعقه كهربائيه للانتقال والتحول الرقمي حتى احنا نوصل لما تكلمنا عنه، انك انت توصل للمستفيدين للمرضى، خاصه انك انت تخدم شريحه هي ربما يصعب عليها زيارتك. فالتحول الرقمي هذا والتحول الالكتروني وجد منصه وخدمه عملاء ومتابعه وتقييم، حقيقة النقلة كنت تحتاجوها من فترة طويلة إلا أنها وصلت، لكن الحمد لله يعني على وصولها. فكيف أنتم يعني تهيئكم وقابليتكم لهذا الانتقال؟ أولا أستاذ عبد الله، في الحقيقة أن الجهاز الإشرافي المتمثل في مجلس إدارة الجمعية والجهاز التنفيذي يدرك مدى ضرورة أن تنسجم وتتناغم أهداف الجمعية مع رؤية المملكة 2030. نعم. ورؤية المملكة لا أخفى عليكم أن من أهم برامجها برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى بناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي من خلال استقطاب الشركات المحلية والعالمية. من هناك حقيقة انطلقت جمعية عناية في رحلة التحول الرقمي لتواكب التقدم التكنولوجي وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. والتحول الرقمي في نظري أنه أصبح ضرورة وليس مجرد حاجة أو كمان. في الجمعيات أو حتى الشركات التي لا تسعى لا تواكب هذه المرحلة، في السنوات القادمة ربما تختفي من الأسواق. ولا يخفى عليكم أن حيث أن هناك كثير من المنظمات والشركات العالمية اختفت من السوق من عام 2000 في أحد الدراسات إلى 2018، أكثر من 500 شركة عالمية اختفت من السوق من الأسواق بسبب عدم مواكبتها للتكنولوجيا وللتحول الرقمي، منها على سبيل المثال شركة نوكيا وشركة بلاك بيري إلى آخر من هذه الشركات. أنتم متى بدأتم دكتور سلمان؟ يعني الآن أنه بحقيقة هل هالمخاطر وهالأشياء اللي أنتم حاطينها كهدف، لكن متى بدأتم يعني التفكير بالانتقال؟ حقيقة يعني تقريبا من قرابة يعني 8 أشهر أو 9 أشهر. جميل. يعني منذ استلمنا إدارة الجمعية من تقريبا سنة ونحو ذلك، كانت حقيقة هذه من أولى الأهداف التي سعينا مع الأخوة حقيقة ومع مجلس الإدارة إلى تحقيقها. والحمد لله يعني وفقنا باستقطاب الدكتور عبد الرحمن الخضير وهو أحد رواد العمل التكنولوجي والتقني في هذا المجال، وبدأنا فيه. ولكن أمامنا رحلة طويلة حقيقة. صحيح. أمامنا يعني برامج كثيرة، وأهم ما يساهم في نجاح التحول الرقمي هو الكادر البشري. يجب تأهيل الكادر البشري إلى وتعزيز المهارات لديهم، لأنهم هم العامل الذي سينجح هذا البرنامج. جميل. يعني الآن الله يعينكم عادة حتتدربوا الموظفين على التعامل مع النظام الجديد ومع الأرشفة مع وجود يعني كل ما يحتاجه العميل اللي حتخدمه عناية للاستفادة من هالتحول الرقمي من خلال التطبيق، من خلال المتجر، من خلال ربما انه الناس تفهم انه التحول انا قاعد احول ادارات واسوي عشان في النهاية يوصل تطبيق معين يوصل للعميل. طيب اكيد اكيد واجهتكم صعوبات دكتور سلمان، يعني ما في حاجة خلال انت من بداية سنة ونص تقريبا وانت شغال على الموضوع. نعم صحيح. انا اولا اود ان اوضح ان التحول الرقمي جميع شركائنا سيستفيدون من التحول الرقمي، سواء ليس فقط المرضى بل حتى مزود الخدمه الصحيه من شركائنا من المستشفيات والمراكز الصحيه، وكذلك الداعمين، وكذلك المتطوعين، وحتى العاملين. والتحول الرقمي يساهم في تخفيض التكاليف وتحسين وجودة الأداء ودقة الإجراءات وسرعة الإنجاز. في نظري مهما صرفت من مبالغ
على برامج التحول الرقمي فهي في الواقع استثمار وليس المصروفات، هي استثمار للمستقبل. بل أصبح الآن التحول الرقمي في نظري أنه إحدى مراكز الإيرادات الهامة، لأن المتجر الإلكتروني مثل ما تفضل الدكتور عبد الرحمن، المتجر الإلكتروني هو إحدى وسائل استقطاب يعني التبرعات. يا سلام. صحيح الآن أخي عبد الله، في دراسة في عملتها في هوليستر، 47% من رؤساء التنفيذيين العالميين ذكروا أن في خلال السنتين القادمة سيتجاوز 50% من حجم المبيعات من خلال القنوات الرقمية. بالفعل صحيح، هذا ملاحظ من خلال التنوع في المتاجر الإلكترونية. في نظري يجب على الجمعيات الخيرية أن تفكر بثقافة الشركات التجارية المتميزة، وأن لا تبقى على الوتيرة السابقة، يعني إن لم تتقدم فأنت تتقادم. صحيح. دكتور سلمان ابن عبد الله المطيري، الامين العام للجمعيه الخيريه الصحيه لرعايه المرضى، عنايه، كل الشكر لك وكل التوفيق لكم حقيقه في هالانتقاله، والله يتمم يا رب على خير. امين. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.